يا الله لنا إماما ونورا وهدى ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. يا الله، ingatkanlah kami pada sesuatu yang kami lupa dan ajarkanlah kepada kami apa yang kami tidak tahu karena